أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل حسين مالالا أن مجلس الجامعة أصدر قرارا برفع النسب الدنيا للقبول بالجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2017-2018 لتكون 75% بالنسبة للقسم العلمي و80% للقسم الأدبي. وأكد مالالا في مؤتمر صحفي الذي عقد يوم أمس على ضرورة الإعلان عن رفع نسب القبول لكي يعلم الطلبة الذين أنهوا الصف الحادي عشر حاليا النسب الدنيا المطلوبة منهم لتحقيقها للالتحاق بجامعة الكويت اعتبارا من ذلك العام الجامعي. سياسة القبول والالتحاق بجامعة الكويت وضعت، وعملية تقديم طلبات التسجيل ستبدأ إلكترونيا اعتبارا من تاريخ 17 وحتى 25 من يونيو من خلال نظام القبول الإلكتروني. تم تحديد سياسة القبول في جامعة الكويت وهي كالتالي: تم تحديد مقعد 5767 مقعد للفصل الأول العام الجامعي 16-17. بالنسبة إلى النسب الدنيا للقبول في جامعة الكويت سوف تكون 70% بالنسبة للتخصص العلمي و 78% للتخصص الأدبي موزعين على الفصلين. الفصل الأول سوف يتم قبول الطلبة المستوفين لنسب الدنيا للقسم العلمي 75% وما فوق، وبالنسبة للتخصص الأدبي 80% فما فوق. على الراغبين في تقديم طلبات الالتحاق وضع عددا من الرغبات المتاحة لهم واستكمالها حتى لا ترفض هذه الطلبات في ضوء عدد المقاعد المعتمدة. بالنسبة حق الطلب اللي يتقدمون إن شاء الله أول ما نفتح باب القبول أتمنى أن يكونون يعبون أكثر قدر من الرغبات حتى ما يتم رفضهم. يعني في طلبة يتقدمون في رغبة واحدة أو رغبتين أو ثلاث أو خمس، هذه ما تكفيهم، أتمنى أن يعبون أكثر من رغبات عشان يضمنوا لهم قبول في جامعة الكويت. طبعا بعد ما نسكر باب القبول بعد 25 خلال يومين أو ثلاثة أيام راح نعلن نتائج القبول في جامعة الكويت. يذكر أن عمادة القبول والتسجيل وضعت خطا ساخنا للتواصل مع الطلبة في حال وجود أي استفسار. هناك خط ساخن سوف يتم توفيره من قبل عمادة القبول والتسجيل وهو الرقم 1866000، وسوف يبدأ باستقبال جميع استفسارات الطلبة من تاريخ 16/6 يوم الخميس حتى تاريخ 30/6 اللي هو يوم الخميس. الخدمة متوفرة تقريبا 24 ساعة للرد على جميع استفسارات الطلبة. جامعة الكويت من خلال الخطة التي وضعتها اعتمدت تعليمات وإرشادات واضحة سواء على شبكة الإنترنت أو في دليل القبول الجامعي. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.